أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. وجه محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي التهنئة لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بعد فوزه بثقة الشعب المصري لدورة رئاسية جديدة. أصدر النادي بيان قامت السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ثقة الشعب المصري الغالية وتوليه مسؤولية البلاد فترة رئاسية جديدة، متمنين لسيادته كل النجاح والتوفيق لمواصلة مسيرة العطاء لتحقيق المزيد من الرخاء والاستقرار لمصرنا الحبيبة. يعقد النادي الأهلي مؤتمرا صحفيا غدا الأربعاء بمقر النادي بالجزيرة للكشف عن تفاصيل بطولة الأهلي الدبلوماسية التي تنطلق على ملاعب فرع النادي بالشيخ زايد يوم 13 من إبريل الجاري، وتقام المباريات يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع ولمدة 3 أسابيع. وينظم النادي هذه البطولة بالشراكة مع السفارة الألمانية بالقاهرة بمشاركة 24 فريقا من هيئات مختلفة، حيث من المقرر أن تجرى القرعة بحضور سفراء ألمانيا وروسيا والهند والأرجنتين وفرنسا وهولندا وإسبانيا. ووجه الأهلي الدعوة للمهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة وهاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، بالإضافة إلى رئيس هيئة تنشيط السياحة. وقال خالد مرتجي عضو مجلس إدارة الأهلي أن الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي يولي هذا الحدث اهتماما خاصا وينتظر تنظيمه على مستوى يليق باسم ومكانة الأهلي. وإلى أخبار الفريق الأول، حيث تغيب المغربي وليد أزارو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن مران الفريق اليوم على ملعب التتش بسبب قيامه بإجراء أشعة للاطمئنان على الإصابة التي تعرض لها في مباراة طنطا أمس. وخرج وليد أزارو من مباراة الأهلي وطنطا أمس في الجولة 30 لبطولة الدوري الممتاز والتي انتهت بفوز الأهلي بهدفين لهدف لشعوره بإجهاد في العضلة الخلفية. ومن المقرر أن تحدد الأشعة حجم إصابة وليد أزارو والمدة التي يحتاجها للعلاج تمهيدا للعودة للتدريبات والمباريات. وبدأ الأهلي صباح اليوم الاستعداد لمباراة سموحة المقرر لها الأحد المقبل في الدوري الممتاز. حصل عمرو السولية لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على إذن من الجهاز الفني بالغياب عن المران الجماعي للفريق اليوم. وقال السيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي إن السولية حصل على إذن بالغياب عن مران الأهلي اليوم بسبب ظروف خاصة باللاعب، كما غاب هشام محمد لاعب وسط الفريق عن التدريبات بسبب شكواه من آلام المعدة. وينتظم السولية وهشام في التدريبات الجماعية للفريق بدءا من يوم الخميس المقبل بعد الراحة المقررة لجميع اللاعبين غدا الأربعاء. أدى شريف إكرامي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جانبا من التدريبات الاستشفائية والتأهيل تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل، ويؤدي الحارس جانبا من التدريبات البدنية والتأهيل للتخلص من الإصابة التي تعرض لها مؤخرا وأبعدته عن التدريبات الجماعية والمباريات الماضية.
سليمان وشنطة الاجوان. وكأنه كلمة السر وليد سليمان. وليد سليمان على طريق كريستيانو. وليد سليمان يلقي بكلمة الافتتاح ويضع النادي الأهلي في المقدمة. وليد سليمان الورقة الجوكر للمدرب البدري. إنما وليد إيه؟ لعيب من اللعيبة اللي عندها حلول. يا ولد يا ولد يا ولد يا وليد يا سليمان. انتظم وليد سليمان اللاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في المران الجماعي الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التبشي بالجزيرة. وكان سليمان قد غاب عن المران الجماعي للأهلي ومباراة طنطا التي أقيمت أمس في الدوري الممتاز بسبب شكواه من الإصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة. وأكد الجهاز الطبي للأهلي جاهزية اللاعب للحاق بمباراة سموحة المقبلة والمحدد لها الأحد المقبل. أدى صلاح محسن لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جانبا من التدريبات الاستشفائية على هامش المران الجماعي للفريق صباح اليوم. وحرص الجهاز الفني بقيادة حسام البدري على تخفيف الحمل التدريبي للاعب بسبب شكواه من إجهاد عام بعد معسكر المنتخب الأولمبي الأخير الذي شارك فيه اللاعب. أكد حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن الفريق أمامه تحديات في الفترة المقبلة، منها بطولة كأس مصر ومباريات دوري المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. وقال المدير الفني أن الأهلي يبحث عن الفوز بأرقام خاصة في المباريات المتبقية من بطولة الدوري العام، ووجه الشكر لجميع اللاعبين بعد الفوز على طنطا في المباراة التي أقيمت بينهما أمس ضمن مؤجلات الأسبوع 30 من عمر بطولة الدوري. ونتابع في التقرير التالي أبرز ردود أفعال الجهاز الفني عقب الفوز على طنطا أمس. بقول الحمد لله على الفوز النهاردة، وفي نفس الوقت يمكن انت بتتطرق لنقطة بنقول ان هي احد اهدافنا في المرحلة الحالية، لكن انا بهني اللعيبة على فوزها النهاردة، وفي نفس الوقت زي ما بقول المرحلة القادمة مهمة جدا لان مازال بطولة كاس مصر، وفي نفس الوقت بداية مشوارنا الافريقي، فمهم جدا المرحلة المتوقعة في الدوري العام. وزي ما قلنا النهاردة يعني في بعض العناصر اللي هي ما كانتش بتشارك بشكل متواصل عندها فرصة، وفي فرصة ان انا رايح بعض اللعيبة، فاكيد مرحلة مهمة جدا. فالحمد لله الفوز النهاردة، وبشكر اللعيبة ونفس التركيز طبعا في المرحلة اللي جاية، الاهداف اللي انا ذكرتها لك دلوقتي. بعض العناصر اللي ما شاركتش بكم كبير عندها فرصة، في نفس الوقت تثبيت الفكر الفني مهم جدا وتطوره، وفي نفس الوقت بعض اللعيبة اللي هي ما بتشاركش تكتسب الكلام ده بشكل رسمي في المباريات الرسمية، لان ده بيبقى في التدريبات، لكن بالشكل الرسمي في المباريات مهم جدا. فكلها اهداف زي ما انا بقول مرتبطة بالمرحلة اللي جاية ومرتبطة باشياء فنية، فان شاء الله نبقى موفقين فيها باذن الله. الاهلي دايما بيلعب على المكسب، ومهما كانت الاحتياج للمباريات او في ارتياحية في المباريات، هو طالما انت بتعرف ان الاهلي بيبقى مطالب ان انت تكسب بشكل مستمر يعني. لكن الحمد لله رب العالمين طبعا على كل شيء، يمكن اللعيبه كلها عارفه ده كويس جدا، وحتى فكره ان انت اللعيبه بتتعور او اللعيبه بتبقى بعيده لاسباب جهاز فني بيعملها يعني، لكن الكل بيبقى عندنا نفس الثقه في امكانياته وقدراته، والحمد لله رب العالمين ده بيبقى على ارض الواقع يعني. اي مرحله بيبقى لها اهداف، حاجات اساسيه بتحاول ان انت توصل لها بدري بدري، وبعد كده بتخش على
على بعض الاهداف اللي انت بتحاول ان انت تحققها. بالتاكيد الارقام اللي انت ذكرتها بتبقى شغله التفكير والاذهان، لكن عندك اهداف اساسيه. الاهداف الاساسيه الحصول على بطوله الدوري الحمد لله اتحقق. الاهداف الاساسيه ان احنا نمشي في الدوري بشكل كويس بعد ما حسمنا البطوله، بتعامل مع المباراه ان انت عايز تكسب بشكل كبير. عندك كمان المرحله اللي احنا داخلين فيها زي ما ذكرت لك هي مباراه الكاس، بتستعد له بشكل كويس، بتحضر له بشكل كويس. عندك الدخول في افريقيا عايزين نخش فيها من البدايه بشكل كويس ان شاء الله الرحمن يأهلنا ويساعدنا في التواجد في المراحل اللي بعد كده في افريقيا. الحمد لله رب العالمين. احنا تعرف احنا عندنا اهداف كتير من خلال طبعا الماتشات اللي باقيه في الدوري، منها طبعا ان احنا يعني عايزين الماتشات دي نخلصها ان شاء الله كلها مكسب ان شاء الله، عشان نوصل في ارقام كتير يعني مش هنتكلم عليها غير لما ان شاء الله نحققها. يعني انا بقول الحمد لله على المكسب النهارده، وان شاء الله اللي جاي برضو يعني بنفس تركيزك ان شاء الله عشان نكمل الدوري ان شاء الله بكله مكسب ان شاء الله. طبعا احنا دلوقتي يعني 16 مباراه في الدوري، 19 مباراه في بالنسبه لافريقيا والسوبر، يعني في 3 ماتشات مكسب زياده 16 بالدوري بقى 19 مباراه. عندنا كمان ما شاء الله دلوقتي 69 جول في الدوري. تعرف الرقم اللي متسجل باسم الترسانة 71 جول، الرقم كان احنا النادي الاهلي كان حقق قبل كده 67، انما دلوقتي احنا تعدينا الرقم ده بهدفين. عايزين كان ان شاء الله نعدي الرقم بتاع الترسانة عشان يبقى احنا الرقم متسجل باسم النادي الاهلي. زي ما انت قلت كده في برضو عدد النقط، عايزين ان شاء الله نوصل لاكبر عدد النقط في الدوري. بالنسبه برضو المكسب حاجات كتير يعني، فان شاء الله يعني بس مركزين ان احنا يعني كل ناخدها مباراه مباراه كده، يعني نخلص المباراه ونفكر في اللي بعدها ان شاء الله يعني. وإلى أخبار اتحاد الكرة، أعرب عمرو فهمي السكرتير العام للاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن تقديره وتقدير الكاف للدكتورة رانيا علواني عضو مجلس إدارة النادي الأهلي. وقال فهمي في الاجتماع الذي عقد اليوم بحضور المهندس خالد مرتجي عضو مجلس إدارة الأهلي وبرعاية هانيا بوريدا رئيس اتحاد الكرة، إن الكاف يقدر الدكتورة رانيا علواني كأحد الشخصيات الفاعلة في الرياضة المصرية كعضو لجنة أولمبية وعضو بمجلس النواب، وأنها تحظى بتقدير بالغ من الوسط الرياضي العالمي. وحرص كل من مرتجي وفهمي خلال اللقاء على شرح وجهتي نظر هيئتيهما في الموضوع، مع التأكيد على الاحترام المتبادل بينهما وعزمهما على المضي قدما في تعاونهما معا. نفى إيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطني الأول لكرة القدم صحة ما تناولته بعض وسائل الإعلام عن وجود تهديد وارد من الاتحاد الدولي لكرة القدم باستبعاد محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي من المشاركة في نهائيات كأس العالم لعدم خضوعه إلى كشف المنشطات خلال معسكر المنتخب الوطني الأخير بسويسرا. وأكد لهيطة أن الاتحاد المصري لكرة القدم لم يصله أي خطاب من الفيفا أو أي جهة أخرى بهذا المعنى، وأضاف أن محمد صلاح لم يكن قد انضم بعد إلى صفوف المعسكر لدى إجراء كشف المنشطات الذي تم في اليوم الأول للمعسكر، مشيرا إلى أن هذا الإجراء يتم دون الاتفاق على مواعيد مسبقة ووارد تكراره في التجمعات المقبلة للفريق تحسبا لضم لاعبين جدد. قررت اللجنة المسابقات باتحاد كرة القدم برئاسة عامر حسين تعديل موعد مباراة سموحة والأهلي في مسابقة الدوري الممتاز، ويلتقي الأهلي أمام سموحة في الجولة 31 للدوري الممتاز يوم الأحد 8 من إبريل الجاري، ومن المقرر أن تقام في الساعة 7:30 مساء بدلا من الساعة 8. وجاء تعديل موعد المباراة بعد التنسيق مع الجهات الأمنية وطرفي اللقاء وإخطارهم بالموعد الجديد.
استقر مجلس إدارة اتحاد كرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة على موعد تسليم الدرع الدوري للنادي الأهلي، وحدد أبو ريدة بالتنسيق مع لجنة المسابقات باتحاد الكرة برئاسة عامر حسين مباراة الأهلي وبتروجيت والمقرر لها 22 من إبريل الجاري من أجل تسليم الدرع. وجدير بالذكر أن اتحاد الكرة يصمم درعا جديدا لمسابقة الدوري بدلا من القديم. وإلى أخبار الألعاب الأخرى، حيث تنطلق اليوم الثلاثاء مواجهات الدوري قبل النهائي ببطولة إفريقيا للطائرة، حيث يلتقي الأهلي نظيره سموحة، في حين يلعب حاليا طلاء الجيش مع نظيره سويحلي الليبي في منافسات نصف النهائي، على أن يلتقي الفائز من المباراتين معا في الدوري النهائي بعد غد الخميس. وصعد الأهلي لنهائي بطولة إفريقيا للطائرة أمس الاثنين بعد فوزه على نظيره الخدمة العامة الكيني بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، في حين تأهل سموحة لنهائي بعد الفوز على الطيران بثلاثة أشواط مقابل شوطين. ومن المقرر أن تذيع قناة الأهلي مباراة فريق الطائرة أمام سموحة في تمام الثامنة مساء على الهواء مباشرة. ونتابع في التقرير التالي أبرز ردود الأفعال للجهاز الفني ولاعبي الأهلي بعد التأهل لمباراة نصف النهائي. طبعا الحمد لله ربنا كرمنا النهاردة بالمكسب. النهاردة يعتبر أجمل ماتش لعبناه. انا من وجهه نظري شايف ان الحمد لله ان الجيم اللي راح دوت انا مش زعلان عليه، بالعكس انا يعني الفرقه بتاعتنا بتجهز، كل ما ندخل في الماتشات الفرقه بتاعتنا بتجهز. بالنسبه لفرقه سموحه طبعا فرقه محترمه، كسبت نادي اهلي بني غازي 3-2 وكسبت النهارده طيران 3-2، عندهم لعيبه كويسين، المدرب بتاعهم مدرب كويس كابتن طارق الزفتاوي، فان شاء الله رب العالمين النهارده في المحاضره بالليل بكره في المحاضره بالليل ان شاء الله قبل الماتش اللعيبه بتاعتنا ان شاء الله لعبناهم في الدوري وكسبناهم قبل كده، وان شاء الله ربنا يكرمنا بكره ونحاول نكسبهم والبطوله تبقى من نصيبنا باذن الله. دي مش غريبه على لعيبه النادي الاهلي وعلى احمد عبد العال بالذات، يعني شكري محترف جاي لنا السنه دي من تونس، عارف اللعيبه اللي دايما بتيجي على النادي الاهلي بتاخد روح وطبع النادي الاهلي، شكري بقى زي اللعيبه دي، بس احمد من اللعيبه الرجاله. السنه اللي فاتت نزل كان ليه دور كبير جدا في مكسب بطوله افريقيا اللي كانت في تونس. الراجل ده دايما بيشتغل على نفسه، دايما بيبقى عايز يدوس على نفسه، والله العظيم يبقى تعبان وبيقول للميدو انا ما فيهاش حاجه، وانا بساله بيقول لي انا ما فيهاش اي حاجه، ومن الناس الرجاله جدا جدا في الفرقه، وان شاء الله ان شاء الله يكون سبب برضه ان احنا نكسب بطوله افريقيا السنه دي عندنا في النادي باذن الله. النادي الاهلي طول عمره وجمهوره دايما واقف وراه، انا طبعا نفسي الصاله دي تكون مليانه زي ما جمهور الاهلي دايما عودنا، نفسي الصاله دايما ترجع تتملي تاني علشان نفرح الجماهير دي، والجماهير دي هي اللي بتدي دافع للعيبه. طبعا احنا طول عمرنا بنقول الجمهور نمره واحد، ان شاء الله رب العالمين يساندونا ويأزرونا في الماتش بتاع بكره، ماتش سموحه مش سهل خالص، ماتش جامد، وان شاء الله نستناهم بكره ونستناهم في الماتش النهائي يوم الخميس عشان نفرحهم زي ما عودناهم دايما، وهم برضو يشاركونا في افراحنا زي ما احنا متعودين منهم دايما ان شاء الله. طبعا احنا ما عندناش غير هدف واحد هو المكسب، احنا ما بنفكرش ولا حتى لما نيجي نتكلم اللعيبه مع بعض كلها ان احنا الهدف الوحيد هو المكسب، غير كده كاننا ما جيناش البطوله اساسا. طبعا زياده علينا ان البطوله في ارضنا يعني ما فيش اي حاجه خالص غير المكسب، الحمد لله ربنا يكرمنا، دخلنا في البطوله النهارده ماتش كويس.
بكره سموحه ان شاء الله ماتش اجمد. الحمد لله لعبناهم قبل كده مرتين في الدوري كسبناهم، ربنا يكرمنا ان شاء الله واحده واحده على الفاينل باذن الله. الف مبروك، وطبعا بعد الفوز ده للجمهور، وان شاء الله احنا عندنا اسرار للبطوله ان شاء الله مش تطلع من ارضنا، واحنا من اول بدايه البطوله هي كل الماتشات كلها واحد عندنا، ما فيش استرخاء اي حاجه، بس الحمد لله يعني ان شاء الله بطوله مش تطلع من النادي الاهلي. لازم اشكرهم كتير، هم يعني فعلا بيعملوا اللي عليهم وبيشجعونا من اول بونت لاخر بونت، واحنا ان شاء الله هنطلع رجاله، والبطولة إن شاء الله يكون من نصيبنا بإذن الله. مفيش بطولة سهلة، أنت لازم تاخد البطولات واحدة واحدة. الفرق اللي معاك كلها دخلت جوه البطولة وعملت ليه عليها يعني. إحنا قبل كل ماتش لازم بنعمل محاضرات على الفرق اللي إحنا هنلاعبها، وده كان أول ماتش النهاردة في دور اللي هو دور الثمانية، ده طبعًا أول ماتش جامد. فالحمد لله إن هو طلع على كده، طبعًا خسرنا شوط بس لا يعني إحنا كان عندنا إصرار إن إحنا نكسب الماتش، لأن إحنا ما عندناش تهاون في أي ماتش حتى يعني حتى من اللي جايين بعد كده. عشان ان شاء الله ربنا يكرم ان شاء الله ناخد البطوله باذن الله. انا بقول لزمايلي ان هم فعلا رجاله، كل ال 14 لعيب اللي موجودين معانا كلهم رجاله، وان شاء الله كلنا في ايد بعض وفي ايد واحده ان احنا نكسب البطوله ان شاء الله، وان شاء الله نوعد الجمهور بالبطوله باذن الله. الفريق الأول لكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي معسكرا مغلقا مساء اليوم الثلاثاء، استعدادا لخوض مواجهة الشمس غدا الأربعاء في نصف نهائي كأس مصر. وفضل الجهاز الفني للفريق بقيادة الكابتن حمدي الصافي الدخول في معسكر مغلق من أجل الوصول باللاعبات إلى أعلى معدلات التركيز قبل مواجهة الشمس، وهي المهمة والمرتقبة في الثامنة مساء غدا الأربعاء على صالة استاد القاهرة. ويذكر أن الفائز من الأهلي والشمس غدا الأربعاء سيواجه الفائز من لقاء الزمالك وسبورتنج المقرر له بعد غد الخميس في المباراة النهائية من مسابقة كأس مصر مساء يوم الجمعة القادم على صالة استاد القاهرة. يدرس الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي خوض مباراتين وديتين في معسكره المغلق بالإسماعيلية استعدادا لخوض منافسات بطولة أفريقيا لليد والتي ينظمها النادي الأهلي وتنطلق في 13 من إبريل الجاري. وقال ياسر صلاح مدرب الفريق إن هناك محاولات جادة للاتفاق مع منتخبي 98 و2000 لتنظيم مباراتين وديتين لتجهيز الفريق لمنافسات بطولة أفريقيا، وفي حال توصل اتفاق حول هذا الشأن ستكون الوديتان الأسبوع المقبل. وأضاف أن الفريق يستعد بقوة لمواجهة البطولة الأفريقية لليد، وهناك حالة تركيز شديدة من الجميع من أجل الخروج بأفضل نتائج من معسكر الإسماعيلية المغلق الذي جاء بعد التتويج مباشرة بالدوري، ثالث بطولات الفريق هذا العام بعد فوزه بكأس مصر وبطولة منطقة القاهرة. فاصل قصير ونعود للملاعب العالمية، ابقوا معنا.